انما انتي شربات دمك خفيف لونة، بتعرفي ترقصي، بتعرفي تعملي كل حاجه. اه خلاص اللي كان راكب على دماغنا اهو نازل وراح وانشكح ووقع من على دماغنا اللي اسمه راشد. عارف راشد ده اللي قلب دماغ الحكومة وبيدوروا عليه وهو بيختفي منهم؟ عارف راشد يبقى مين؟ يبقى مين؟ صبي من صبيان علي جوزي. ما تحكمش بيها علينا يا رب، مش علي ده اللي بين أربع حيطان ومسجون دلوقت؟ هيخرج. ما تعرفش علي، علي ده فتوة، جدع، ده محامي. تصدق انا غلطانه اني رحت اشتغلت عندكم؟ يا رب ما حد يقول له. هعمل ايه بس لولا الحاجه؟ ما هي الحاجه لسه موجوده يا طنط، الحاجه لسه موجوده. بموت في السماره. بصي يا طنط، عشان انتي حبيبتي انا هعمل معاكي حاجه ما بعملهاش مع حد خالص. انا هديكي مره ونص قد اللي طلبتيه. مش انتي قلتي شهر يا حياتي هتشتغلي معايا وبعد كده خلاص مش هتشتغلي تاني؟ خلاص اشتغلي معايا الشهر، اشتغلي معايا الشهر لغايه ما الاقي حد غيرك يا حبيبتي. انت ما بتسمعش؟ قلت لك مش هرجع ارقص تاني. لا هترقصي يا طنط، هترقصي يا حبيبتي. انا مش فاتح بقاله، انا فاتح محل وداير وناس بتاكل من ورا عيش. وانا مالي؟ ما تنزل من دماغي، انا عندي حاجات عايز اعملها. أنا أقدر بعون الله أخدك كده هيلة بيلة وأشيلك وأرزعك في وسط الكباريه وترقصي ورجلك فوق رقبتك، بس أنا مش هعمل كده. أنا بحبك قوي كمان. أنا هسيبك تاخدي راحتك وتشاوري عقلك وتاخدي كل وقتك وتقومي تعملي لي حاجة بقى عشان أنا ميت من الجوع. حاضر حياتي. حربية فين؟ مش عرفانا جوه، حطها في كيس ورق مع الخزين في الشاي والسكر. دي كانت معاها طول ما هي عندكم هنا، ولقيتها في مصر وعلى الكورنيش وجابتها. انا مش فاهم ده ايه. طب ودي بتعمل بيها ايه؟ انا عارف يا صلاح، قال حلمت بيها ولقيتها وجابتها في الحلم، ولا جابتها في الحقيقه يعني. طب ودي فيها ايه؟ تعرف لؤي ابن حنان بنت عمتي بيربي سحالف وتعابين، مش الحلبيه اللي بتتلون دي؟ ايوه يا حاج هي. انا مالي؟ طب وفيها ايه؟ انت خايف منها ولا ايه؟ على فكره دي ما بتاذيش، دي ولا حاجه خالص. طب بقول لك ايه؟ ما تجيب من الاخر كده وتقول لي، انت بتلف وتدور حوالين ايه؟ هي البت فيها عيب؟ لا والله ما فيهاش عيب ولا حاجه. بنت لوزه بس يعني واخداها جد قوي. اتفهمنا في ايه؟ لا فهمت خلاص يا حاج. طيب انا هستأذنكم بس خمسة كده، هوصل لحدها واجيلكوا تاني. استني هتقولي لها ايه بس؟ ما تخافش، ده كلام بين الستات وبعضهم. ما تقلقش، هقول لها الكلام طالع مني انا. يلا عن اذنك. ربنا يجعل البركه على ايدك يا حاج. ان شاء الله يا اخويا باذن الله. ما يجيبها الا ستاتها. حاضر حاضر. اهلا 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 يا حاجة. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة واحدة احمر اللحمة واجيلك. لا 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 تعالي تعالي، انا عايزاكي كده في كلمتين وهنزل على طول. اصل محروس زمانه على وصول. لا هو وصل وقاعد مع صلاح بيرغوا شوية. انا بس عايزة اتكلم معاكي كلمتين. خير يا حاجة؟ في ايه؟ هو جوزك بيشتغل ايه؟ السؤال الغريب ده. ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ يا بنتي ردي عليا وريحيني. بيشتغل سواق تاكسي. يعني صندوق الدنيا. يعني بيورد عليه اشكال والوان. ستات حلوين، بنات امارات، هوانم. يعني لازم اللي تبقى جوه بيته تبقى عينيها في وسط راسها. ما تخليهوش يفكر في حد تاني غيرها. لازم بقى تبقى هي ايه مركزه معاه. مالك يا بنت متنحه كده ليه؟ انت فاهمه اللي انا بقوله؟
هو كان محروس اشتكى لك مني في حاجه؟ لا ابدا، ده بيقول انت نعمه من ربنا، هديه، وانت فعلا ست وزي القمر. بس لازم بقى كمان تدور على راحه جوزها. يعني انا استغفر الله العظيم يا رب، هي مش عيب، بس يعني تدلعه تنخشه ترقص له. بتعرفي ترقصي ولا لا؟ اعرف. دي السجاير ودلوقتي 70 جنيه الباقيين. ليه؟ هي الواحده بكام؟ الواحده ب 15. 15 عفريت لما يبقوا اتنططوا في خلقتك، بتغلوا على الناس ليه؟ الناس اتقالت. وانا عامل لك ايه؟ هي اللي غليت. طب هات ولاع. خدي سيدي ب2.5. هو جنيه اللي معايا فك، يبقى لك 1.5. 1.5 ايه؟ ما ينفعش. اهو نافع. عارف الاشكال دي بتجيلنا منين؟ يلا. ازيك يا فتون؟ ازيك يا اختي؟ بس انا ما اعرفكيش. انا عارفه انك ما تعرفينيش، بس انا جايه من طرف اختك عسلية. ابو النبي، هي كويسه؟ كويسه قوي قوي زي الفل، بس يعني انت عارفه عشان اللي حصل ده كانت متداريه شويه. اه يا اختي، دي بعتني عشان اخدك تشوفيها. بس هي لو كانت يعني عايزاني اشوفها وبعتكي كانت قالت لي انها بعتاكي يا اختي. هي اللي بعتاني. تعالي تعالي اركب. لا انا نسيت المحفظه في البيت. يا نهار اسود، انا بتخرب.